السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أنا ما كنت من تلفزيون جيبوتي وحييكم وأقرأ على حضراتكم هذه النشرة التي أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأهم العناوين. وزير الصحة يجتمع بأعضاء خلية التنسيق لمكافحة كورونا. أوروبا في مواجهة الفيروس التاجي والبرتغال تغلق حدودها مع إسبانيا. أهلا بكم. ترأس وزير الصحة السيد محمد ورسم ديري صباح اليوم اجتماع عمل، وذلك مع خلية التنسيق الوطنية المعنية باستجابة ومحاربة وباء كوفيد-19. وجرى هذا اللقاء بحضور منسقة الوكالة الأممية بجيبوتي السيدة بربرا مانزي ونائب ممثل منظمة الصحة العالمية بجيبوتي وممثلة صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، بالإضافة إلى مدعوين آخرين. وضمت خلية التنسيق الوطنية المعنية باستجابة ومحاربة وباء كوفيد-19 ممثلين من مختلف منظمة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والخدمات الطبية للقوات المسلحة والأمن في البلاد. ويهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الوبائي في جيبوتي والتحديات الجديدة في سياق تحديث الاستراتيجية الوطنية للاستجابة ضد كوفيد-19. وخلال اللقاء تمت صياغة توصيات جديدة لمواجهة التحديات الجديدة بغية إجراء فحوصات طبية سريعة في البلاد. ويتمثل الهدف الرئيسي لوزارة الصحة في الوقت الراهن يتمثل في الاستعداد لوصول اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مع اتباع استراتيجية التطعيم والتوزيع المناسبة، التي تأخذ أيضا بعين الاعتبار الحالة الوبائية والأوضاع الاجتماعية في البلاد. هذا وأشار وزير الصحة السيد محمد ورسم ديري في كلمته إلى أن دائرته الوزارية رفعت مستوى التأهب عند نقاط الدخول وفي مجمل التراب الوطني. هذا اللقاء يندرج في إطار تبادلات الدورية التي نجريها مع الوكالات المتحدة، ويعكس ويجسد رغبتنا في العمل، فهي تؤثر مع القرب أكثر لشركائنا. في هذا الاتجاه أجرينا مناقشات مطولة مع اللجنة العلمية المعنية لمكافحة كورونا في نهاية الأسبوع المنصرم، حيث سلطنا المزيد من الضوء على الجهود المبذولة للتصدي لكوفيد-19. فيما يتعلق بالوضع الوبائي لجائحة كورونا في بلادنا، فإن المؤشرات تبقى مطمئنة، بحيث لم نسجل حتى يومنا هذا أي تغييرات متغيرة إزاء حالات إصابة أو أعداد المصابين الذين يتلقون لرعاية صحية، ولا سيما الحالات التي تتطلب العناية المركزة. ومن هذا المنطلق قد رفعنا مستوى التأهب لدينا من خلال تعزيز نظام الفحص على مستوى المنافذ الحدودية، وكذلك إنشاء جهات المراقبة على مستوى الجمهورية. وإننا نتطلع لامتلاك مختبر أو معمل وطني لتحقيق أحلامنا المتعلقة بإجراء الاختبارات ورعاية المصابين. في إطار البيان اليومي لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي الراهن لكوفيد-19، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وتم تشخيص اليوم الأحد 31 من شهر يناير الجاري 289 شخص أصفرت نتائج فحصهم عن تسجيل حالة إصابة وحالة وفاة بفيروس كورونا. نظمت أمانة الدولة للشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، نظمت أمس السبت في مركز التنمية المجتمعية في الحي السابع لقاء ديني بحضور الشباب والشابات. وجرت المناسبة أيضا بحضور مديرة مراكز التنمية المجتمعية السيدة رقية حسن شيخ ومسؤول مراكز التنمية المجتمعية السيد أحمد علي أحمد، بالإضافة إلى مسؤولي مركز التنمية الواقع في الحي السابع وعدد من الشباب والفتيات.
هذا تم خلال هذا اللقاء توعية المشاركين حول أهمية وضرورة الحفاظ على القيم الدينية. بدورها قامت السيدة شكري عبد الله وهي عضو في المركز بتطرق حول تاريخ ديننا الجميل دين الإسلام وانتشاره وازدهاره ودوره في النهوض بوضع المجتمع في البلاد. نواصل النشرة حيث نظم قسم الرياضة والثقافة التابع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يوم الخميس الماضي المرحلة النهائية للبطولة المدرسية لكرة القدم لموسم 2020-2021. وأشارك في هذه المناسبة مدير التعليم السيد عبد الدرير والمستشار الفني السيد عمر موسى ورئيس قسم الرياضة والثقافة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى حسن روبلي بالإضافة إلى مدراء المدارس. وشهدت هذه المناسبة إقامة العديد من المباريات بين الشباب حيث تم تقسيم المدارس إلى 3 مجموعات مختلفة. هذا وجمعت المباريات النهائية بين فريقي أي فريق مدرسة حيبلي الأساسية وفريق مدرسة برواق الابتدائية. وفاز فريق مدرسة حيبلي الأساسية على فريق مدرسة برواق الابتدائية بهدف مقابل لا شيء. وفي ختام هذا الحدث الرياضي تم توزيع الجوائز والميداليات على الفرق الفائزة وذلك من قبل المسؤولين. وتندرج هذه البطولة في إطار مساعي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الهادفة إلى ترقية الرياضة في المدارس. في إطار الأسبوع الوطني للأنشطة المجتمعية قام مسؤولون من الوكالة الوطنية للتنمية المجتمعية بزيارة إلى بعض المواقع في منطقة تجرة من أجل التطلع عن القرب حول الإنجازات والمشاريع التي تم تنفيذها من قبل شباب إقليم تجرة والبنية التحتية التي تم إعادة تأهيلها بمبادرة من الوكالة الوطنية للتنمية المجتمعية ووزارة التضامن. كما قام وفد وزارة شؤون التضامن ووكالة التنمية المجتمعية بالتطلع حول المشاريع المجتمعية وبرامج إمدادات المياه لمنطقة تجرة. هذا وعبر الأهالي عن سعادتهم وقدموا الشكر والتقدير لمجمل المساهمين على ما بذلوه من الجهود وذلك بغية تطوير الحياة المعيشية للمواطنين وتعزيز مستوى الحياة المعيشية للمواطنين في المنطقة والقرى التابعة. إذن أعزائي المشاهدين حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت لمدينة جيبوتي وضواحيها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن
محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. تقبل الله الصلاة منكم ومنا إن شاء الله تعالى. أعزائي المشاهدين ولا نتابع ما تبقى من النشرة. في إطار مكافحة البضائع غير الشرعية بجميع أشكالها، قامت الشرطة المتمركزة في منطقة علي صبيح بعملية واسعة النطاق بغية الحد من الأنشطة غير القانونية، وأدت هذه العمليات لإلقاء القبض على 10 كراتين من السجائر التي تقدر بمليون فرنك جيبوتي، كما تم إلقاء القبض على أدوات طبية انتهت مدة صلاحيتها ومستحضرات التجميل أيضا. وأودت هذه العمليات أيضا إلى إيقاف سيارة من نوع باجيرو في ناحية عروسة تحمل على متنها بضائع ليتم إدخالها بطريقة غير قانونية إلى العاصمة. هذا وقامت الجهات المعنية في الشرطة في علي صبيح باتخاذ الإجراءات القانونية وتدمير جميع هذه البضائع التي تم إيقافها وحرقها أمام المسؤولين، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تضر باقتصاد البلاد. وسيمثل المتورطون أمام المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية. تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبا وفاة الراحل عواد داود محمد الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد في العاصمة جيبوتي بعد صراع مع المرض. وكان الراحل مستشارا فني لأمين الدولة للشباب والرياضة وترك وراءه أرملة والعديد من الأولاد. نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تبحث عائلة جامع موسى عن أم الأسرة السيدة مهد سليمان موسى التي تعاني من مرض عقلي. هذا ولم تعد السيدة مهد إلى منزلها الواقع في كيلو 12 أو بيكادوز بعد خروجها منه قبل 4 أيام. وعلى من يجد أي معلومات الرجاء الاتصال على الأرقام التالية 77-02-57 أو 77-82-05-91.
والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى الساحة الدولية، نبقى في القارة السمراء حيث تم تأجيل المهرجان السينمائي لفيلم فيسباكو البوركينابي بسبب جائحة كوفيد-19. إذا نتابع المزيد مع الزميلة نعمة صالح. قرر مجلس الوزراء بوركينا فاسو تأجيل مهرجان الأفلام والتلفزيون الإفريقي الرئيسي الذي يقام كل سنة في إفريقيا إلى موعد لاحق وغير محدد. أعلن النبو أمس الجمعة من قبل المتحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي. كان من المقرر أن يقام هذا المهرجان السينمائي الذي يجمع الآلاف المشاهدين والممثلين من جميع أنحاء العالم في العاصمة منذ إنشائه عام 1969، والذي يساهم في نجاح العديد من المخرجين الأفارقة الكبار في نهاية شهر فبراير. ومع ذلك فإن الوباء كوفيد-19 مستمر، حيث سجل أكثر من 10,000 حالة إصابة بكوفيد-19 و125 حالة وفاة في بوركينا فاسو منذ ظهوره، قد ألقى بالظلال على موجة الحدث الثقافي، حيث تواجه القارة الإفريقية بأكملها موجة ثانية أشد من الأولى. أطلقت الحكومة إذن الأندونيسية حملة تطعيم واسعة النطاق استعدادا من أجل مواجهة كوفيد-19. جاكرتا يجب توسيع مقبرتين عامتين لدفن ضحايا كوفيد-19، بينما تجاوزت أندونيسيا علامة 1,000,000 حالة. أطلقت الحكومة حملة التطعيم واسعة النطاق لاستعادة من أجل السيطرة على الوباء الذي ينتشر بسرعة في أرخبيل. تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من إطلاق أندونيسيا حملة الضخمة لتلقيح ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 270 مليون نسمة، حيث تلقى الرئيس الأندونيسي الجرعة الأولى من اللقاح مصنوع في الصين، في الرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. يتم إعطاء الأولوية للقاح للعاملين في المجال الرعاية الصحية والجيش والشرطة والمدرسين وغيرهم من السكان المعرضين للخطر. قال المسؤولون إن أندونيسيا ستحتاج إلى ما يقرب 427 مليون جرعة، بالنظر إلى حقيقة إن ما يقدر بنحو 15% من الجرعات يمكن أن تضيع في عملية التوزيع في دول الشائعة التي تضم أكثر من 17,000 جزيرة. نبقى في الموضوع المتعلق بكورونا فيروس، والآن ننتقل إلى أوروبا وآخر المستجدات مع كورونا فيروس في الدول الأوروبية ونعمة صالح. قررت الحكومة البرتغالية إغلاق حدودها مع إسبانيا المجاورة اعتبارا من اليوم في محاولة لوقف ارتفاع المتزايد لحالات إصابة بفيروس كورونا. وأعلن وزير الداخلية البرتغالي إرواردو أنه لن يتم السماح بالمرور عبر الحدود بين بلدين لفترة أولوية مدتها أسبوعين إلا في حالات الطوارئ. ومنعت ألمانيا اعتبارا من السبت دخول إلى أراضيها عبر البر والبحر والجو الأشخاص الوافدين من 5 دول تشهد تفشيا واسعا. من جهتها تغلق فرنسا اعتبارا من الأحد حدودها أمام جميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي باستثناء الرحلات الضرورية، وكذلك أغلقت مراكزها التجارية الكبيرة الجمعة وفق ما أعلن الرئيس الحكومي، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات في الأيام المقبلة. في المقابل في الولايات المتحدة تتجه وتيرة الإصابات الجديدة وحالات الاستشفاء إلى التراجع، على الرغم من أن العدد الإجمالي للإصابات اليومية لا يزال أعلى بكثير مما سجل خلال الصيف. في الاتحاد الأوروبي تم ترخيص استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19، إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون واصلت ممارسة الضغط على هذا المختبر، التي تنتقد الدول الأعضاء تأخر في عمليات تسليم الجرعات. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى الساحة الرياضية، خاصة في ما يتعلق بالرياضة في القارة السمراء، مجددا مع نعمة. منتخب المالي بعد تغلبه على نادي كونغولي بنتيجة
5-4 خلال مباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب أحمد إهيديجو ضمن مباريات دور الثمانية، وذلك بعد تعادل المنتخبين خلال الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا. وكان من المفترض إقامة بطولة عام الماضي، إلا أن أزمة جائحة كورونا فرضت على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامتها هذا العام. هذه النتيجة ينتظرها المنتخب المالي في نصف نهائي الفائز من مباريات غينيا ضد رواندا التي ستقام غدا في ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل سلبي بين مالي ضد كونغولي في أول مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، وفشل فريقان في تسجيل أي أهداف طيلة الدقائق 90 من المباراة نتيجة التأمين الدفاعي المحكم من جانب الفريقين خوفا من تلقي مرماهم ما ساهم في لجوئهما إلى ضربات الجزاء. إذن أعزائي المشاهدين، بهذا قد وصلنا إلى نهاية النشرة. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. أترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.